وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وطابت أوقاتكم بالمحبة والمودة دائما وأبدا. نلتقي من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ينطلق على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع ولأحداث هذا السباق المحلي الأول وفي يومنا الرابع. أيها الأعزاء، هذا الشوط يحمل في طياته 15 مشارك، نتمنى التوفيق للجميع، ونتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط. مغادر على المركز الأول، وبالفعل اسم على مسمى يغادر القعدان منذ الانطلاق. تعود ملكية مغادر لهجن الشحانية، مضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان. ننتقل من مغادر اللي على المركز الأول وفي مقدمة الشوط إلى المركز الثاني، ومن يتقدم الكاظم على المركز الثاني. بينما الدخول من الواعي، تعود ملكية الواعي من هجن الشحانية، التضمير مع المضمر محمد بن خالد العطية. الدور دور المركز الثالث، يصل مسيطر ليسيطر على ثالث المراكز من هجن الشحانية، التضمير مع حمد بن علي بن حلفان. بينما المركز الخامس، من يتقدم إلى المركز الرابع ويهاجم بهذا الدخول القوي وبهذا الانطلاق. هنا نشاهد أيها الأعزاء شاهين، تعود ملكية شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حسن العبد الرحمن آل ثاني، التضمير مع حمد بن لزيوح المري. وينتقل شاهين مباشرة إلى المركز الثاني، بينما مسيطر يصل على المركز الثالث من هجن الشحانية، يتابع في التضمير أحد الشباب المميزين حمد بن علي بن حلفان. بينما المركز الرابع يصل فيه مغادر من هجن الشحانية، التضمير أيضا مع حمد بن علي بن حلفان. المركز الخامس يصل فيه الريان، ومن خلال هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان الفضائية، وهذا هو الريان على أرضية الميدان من هجن الشحانية، يتابع في التضمير مضمر جمايل من فازت قبل قليل بالشوط الأول الرئيسي، المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. نعود إلى مقدمة الشوط ونحن نقترب من لوحة منتصف المسافة، 4 كيلومترات، نقترب على آخر كيلوين متر على حسم أمور هذا الشوط، لنتعرف على بطل جديد يسجل اسمه في صباح هذا اليوم مع الفائزين بالأشواط الأولى الرئيسية. ما زالت مقدمة الشوط مع الواعي، اللي واعي بالأمور، واعي لما يدور من أمور في هذا الشوط. هذا هو الواعي من هجن الشحانية، يتابع أحد المضمرين المميزين محمد بن خالد العطية، هو بالفعل مضمر واعي للعطية في هذا الشوط. واعي لشاهين من يقترب منه في المركز الثاني، ولإخوانه من شعارات هجن الشحانية. هذا هو الواعي المشاغب، يشاغب من خلال انطلاقة الواعي في هذا الشوط من هجن الشحانية. الواعي محمد بن خالد العطية، ركز يا المشاغب، التركيز مطلوب. شوف المركز الثاني، هذا هو شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني، 1500 متر، ولكن اقتحام على المركز الثاني من اسمين، الأول الريان من هجن الشحانية، والثاني أيضا أول نداء لمهيوب، مهيوب من هجن الشحانية أيضا، أو مهيوب من هجن الشحانية. الذهبي سالم بن فران يدفع بمهيوب في هذا الشوط، ومهيوب على المركز الثاني وهجن الشحانية. الله، مهيوب خطير، مهيوب خطير يا الذهبي، يا الذهبي ورا المشاغب مع المركز الأول، مع صدارة الشوط، مع مقدمة الشوط، مع الواعي، ويبدو بأنه من سلالة الواعي. هذا هو الواعي على المركز الأول، والكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير. الواعي ما زال على مقدمة الشوط، مهيوب
مهيوب خطير، مهيوب خطير، خطير للغاية. على المركز الثاني من أجل الشحانية يصل على المركز الثالث مبعد، 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 أول نداء لمبعد، أول نداء لمبعد من أجل الشحانية بقيادة المضمر الذهبي. أيضا سالم بن فران يقدم مهيوب ويقدم مبعد، وارى المركز الرابع هنا الريان، 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 بينما المركز الخامس يصل ويتقدم فيه هنا الكاظم من أجل الشحانية، سالم بن فران في القيادة. نعود إلى المركز الأول 500 متر، هنا مبعد، 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 وأيضا ومهيوب، مبعد ومهيوب، سيطرة شحانية ذهبية مع المركزين الأول والثاني. يا سلام، يا سلام، هنا الريان على المركز الأول وأيضا مهيوب، أو مهيوب على المركز الأول، ويلاحق مهيوب في المركز الثاني، يلاحق مبعد. إذن تجهيز من أجل الشحانية ومن عزمة المضمر الذهبي لاختطاف المركزين الأول والثاني. يا سلام على هذا المنظر الجميل، وسلام يا الذهبي، سلام، سلام يا هجر الشحانية، سلام، تهانينا والناموس لهجر الشحانية ولمحبين هجر الشحانية. وانطلق مبعد، انطلق مبعد ليخطف الشوط الأول الرئيسي وليسجل بطلا في هذا الصباح. تهانينا والناموس لهجر الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فران على الفوز بالمركزين الأول والثاني. المركز الثالث يصل فيه الريان من هجر الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب. المركز الرابع، المركز الرابع الواعي من هجر الشحانية المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس مبعد احتل المركز الخامس من هجر الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ومبعد يختطف الشوط الأول الرئيسي للقاية القعدان. تهانينا وناموس لهجر الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر سالم بن فران من قدم مبعد في هذا الشوط الأول الرئيسي ليستفتح مسيرة اللقاية القعدان في هذا الموسم. نتمنى له مسيرة موفقة مبعد، ولهذا الشعار، الشعار العنابي، شعار هجن الشحانية، الشعار الجماهيري. 6:18 48 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لمبعد. تهانينا والناموس. المركز الثاني يصل مهيوب. 6:18 92 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري من قدم مبعد ومهيوب على المركزين الأول والثاني. المركز الثالث يصل فيه الريان، وتوقيته الزمني للحظة وصوله 6:21 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة لعملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.